أنا تعلمت هذه الصنعة عن أخوي الله يرحمه. أرمنات هي أرمنات تشتهر مدينة بالفخار لأنه تربط الأصوات تساعد على صناعة الفخار. بنجيب تراب بنهزه بنغربله بنصوله، بعدها تجي مرحلة العجين بنعجنه على العجانة. بعد مرحلة العجين بتجي على مرحلة الدولاب. بعد مرحلة الدولاب تجي مرحلة في مرحلة زغرفة ومرحلة تنشيف. بعد تنشيفها تضل يومين ثلاثة حسب الجو، نشفت الجو تجي مرحلة الحريق. نشتغل منه أواني للطبخ، أواني للقصعة كبة، مقبس محشي، ومنها أدوات زينة. هلا سابقا قبل الأحداث كنا نحن نشتغل كلها، توصلنا لمرحلة بصناعة الفخار يعني مثل ما بيقولوا التوب. صرنا نصنع خزفيات، صرنا نصدر لدول برا. اليوم صار تقريبا ضمن محافظتنا، صارت إن كان رجعت مثل ما بيقولوا لتراثنا القديم. ونحن محافظين على هذه الصنعة، يعني اليوم هاي مكسب مادي نحن محافظين عليها لكن هي تراثنا. نحن طورنا هذه الصنعة كثير، سوينا دولاب على الكهرباء، عجانة على الكهرباء. طبعا مين من كان يحسن يتقن هاي الحرفة؟ هاي الحرفة صعبة يعني، وبدي يكون الواحد عنده فن، عنده ذوق. طبعا بدي يكون يحس بالطينة. وانا مستمر بهذه الصنعه وبدي اورثها لابنائي وابناء ابنائي ان شاء الله، لانه هذا تراثنا وهاي صنعتنا.